ولا رمزي؟ ايه دول؟ بقول لك ايه، خد تعال. بقول لك تعال، عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دول، انا بص، اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دول، بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك؟ يا غبي يا غبي، طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخرع. ده حبيبي ده يا دول. مخ مخرع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني، روح هتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك، يلا المفروض كنت استفدت منه، اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا، انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك ايه يا دول، هو اله الذكاء ده هون يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك، شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخ مخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء، هو اللي اخترع الكوتشينه. طب بقول لك يا دولا، هو مين بقى اللي اخترع الدومنه؟ الدومنه دي اللي اخترعها يا سيدي ده بشرع. مين ده؟ ده بشرع اخو جوهريك واختهم بقى الصغيره اللي هي دوسه، بس دوسه دي كانت اختهم بس مش شقيقه، يعني اختهم من طاوله تانية. يا دولا، ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنه دولت قوي يعني، علشان ده تلاقيهم بقى هم اللي اسسوا فكره القهوه. رجعتني للتاريخ يلا رمزي، انا اصلي قاري كتير جدا. هم اللي فعلا اسسوا موضوع القهوه ده باماره مثلا الاله شيشرع، وده برضه فكرنا بحجر يعني. امال ايه؟ لا روح يلا، روح اجري اتكل على الله. إيه روح هات لي بسرعه التمثال اجري. ماشي يا دول، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دول. ما تستفدش، يلا اتكل على الله بسرعه. ده رمزي وقعتي ايه يلا، يخرب بيتك. يعني تمثال وقع عادي مش مشكلة. خد يا دول اهو. وخد، لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. الله، ده كتاب قديم كان عندي في المخزن؟ الكنوز الفرعونية، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونية لمؤلفه ياقوت مرجان. الله، ده دي ايه ده؟ ده في خريطة يالا. خريطة؟ ارميه ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة الكنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق إلى الكنز. الله، إيه الرموز والشفرات دي؟ الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية، إذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز. ابحث ابحث، خربش تكسب. إيه ده دولا؟ ده أنا خايف، أنا خايف يا دولا. خايف من إيه يالا؟ خايف من خريطة يالا؟ خريطة الكنز يعني ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي الكنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا اهو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلها؟ استنى كده يا عم، استنى 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 كنت كنت استنى يالا، ده في كارت يالا. كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان، خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مية بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متاكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي، انا ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمه السر بتاعت مغاره علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ دي مهنه انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنه تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف مش عايز ينسى مهنته ابدا. انت بتتكلم ليه حضرتك؟ يعني الكنز ده بالنسبه لك سهل يعني؟ انا كده هقوم امشي على فكره. مش يا عم ما تتصعبش علينا قوي كده، انا هقوم امشي وبتاع، انت هتعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا عيب يلا، عيب يلا، احنا اسفين جدا يا باشمهندس، معلش انا بس كنا حابين يعني نطمن. احنا عيله مشهوره بالذهب ابا عن جد، ايدينا في الذهب ابا عن جد. انا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. ايه ده ياه، اللي هو بتاع الفيوم ده كنز قارون؟ طب ولقيته المفتاح؟ انا كنت عارف يعني ان هو تايه.
لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمنا يعني، ما دام بتعرفوا تتصرفوا اطمنا. حضرتك طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني؟ هو الكنز بتاعنا يعني ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك اجره الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعده عليك. اه دي الاجره اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4000 جنيه، وانت وشطارتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4000؟ لا خلاص مفيش مشكله ان شاء الله، بس اهم حاجه ما يفشوش الاسرار، انت عارف الضرايب عينيها مفتحه جامد يعني. يا استاذ انا جايب لك صفوه الرقاصه. يا استاذ انا قصدي صفوه القوم في الشغلانه دي. جايب لك ابراهيم حفره، عباس تحضيره، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟ عبده ابليس ده علشان لو الكعبين فلعنا واحنا بنحفر يخش يشيلها هو. بيبي انا قريت في كتاب الاحجار الكريمه موسوعه علميه هو ان المنطقه دي بالذات بتبقى خصبه جدا لنمو الكنوز. نمو الكنوز؟ انا هضطر اوافقك يا رانيا لان ما قداميش حل تاني صراحه يعني. يعني انت عايز ايه يا عادل؟ بص يا ماما انا عايز في حدود مثلا 3-4000 جنيه. انت عارف يا عاد دول يا حبيبي يعني البير والكفر بتاعه. ده ايه الفرانكو قراب ده؟ بير والكفر بتاعه دي راي دي. المهم يعني يا حماتي هتعملي ايه يعني؟ هتدفعي ولا مش هتدفعي ولا ايه؟ طيب بصي يا ابي، لو اديتك الحلق بتاعي ولقيت الكنز هترجعهولي ايه؟ بصي بقى يا نجلاء، لو اديتيني الحلق هرجعهولك سبيكه 2.5 كيلو. لو مش عايزه مثلا انا اوزنلك اوزني بره، وعشان لا اظلمك ولا تظلمين. اوكي خد يا ابي. ماشي برافو عليك برافو عليك. خد يا عادل، احنا مش هنسيبك في الزنقه دي. طب هترجعهم لي كام؟ هرجعهم لك يا ماما سبيكه ضخمه جدا يعني، ما دام دول اكبر من دول يعني سبيكه 10 كيلو. وانت جوه بقى في ايه؟ في الحله مثلا تسيحيها وتقطعي وتقسمي وتشكلي زي ما انت عايزه. خدي يا حبيبي. معلش يا عادل، انت زي ما انت شايف ما عنديش غير فتلات. ممكن ادي لك فلوس متسليه؟ متسليه ايه؟ حد بيحكي لهم حكايه يعني ولا ايه؟ لا يعني فلوس واحده ورا واحده كده. فلوس سايله يعني. ايوه مظبوط كده. بس بص بقى، انا عندي شهادات الفئه بتاعتها، فئه بتاعت او. الفئه او دي فئه غريبه قوي، ده فصيل الدم. بس ماشي اديني بس انت الشهادات دي وانا هتصرف ان شاء الله. بس يعني ما وعدكيش ان انا اديكي مثلا مبالغ ضخمه او اديكي مثلا من الكنوز حاجه ضخمه. اللي هديهولك ده يعتبر هديه مني ليكي. طب افرض بقى الكنز ده ما تلاقاش. ما تلاقاش ايه يا بنتي؟ ده انا معايا اللي بيدور على الكنز اساسا، اسمه ذهب ياقوت مرجان. يعني لو ما لقيناش الكنز ممكن نسيحه ونرجع لكل واحد فلوسه. المهم انت بقى رانيا هتعملي ايه؟ انا يا بيبي هقدر ان شاء الله افيدك بمعلوماتي الفرعونيه الفذه، يعني اقدر اقولك قيمه قطعه الذهب دي هتبقى قد ايه، جايه من انهي حته، سبوع الملكه حتشبسوت الاول، عيد ميلاد البت الفرعونه الصغيره، كتب كتاب الملك مينا ال15 كده يعني. كتب كتاب الملك مينا. ماشي يا رانيا ماشي، معلوماتها تقوليها وخلاص. بس يا جماعه انا اللي بطلبه منكم دلوقتي بجد، انا هبتدي حفر خلاص وهبتدي الاتفاق مع الناس اللي هيحفروا. اللي انا طالبه ادعوا لي يا جماعه. يا رب يجعل لك في كل خطوه سبيكه يا رب. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا علم دهب. امال فين الرجاله؟ امال الرجاله على وصول اهم، وصلوا هم. اهلا وسهلا يا رجاله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. منورين. اهلا وسهلا. منورين يا رجاله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده ايه الحلاوه دي؟ اهلا بيكوا. وانا فتحت شكاره ولا ايه؟ رش شويه ميه هنا ادي حته الجو قلب يا عم، شكله هينطر يا دوله. اعرفكم سيد مطب، ابراهيم حفره، عباس تحضيره، وده بقى عبده ابليس. عبده ابليس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ومعلم دهب هما شكلهم ليه معفر كده؟ احنا كنا بنخلص اساسات برج التجاره العالمي. برج التجاره العالمي بتاع امريكا؟ اوه ده فيه خيارات كتير، ساعات، موبايلات، سناسن. سناسن دي اللي بتبقى اطول من السلاسل بشويه يعني. وانا رحت عملت له مطبات هوائيه حوالين البرج
على اساس الطياره تترزع المطب من هنا تهدي اجبال. ده ايه الحلاوه؟ وحضرتك بقى يا استاذ ابليس ايه؟ طيب يعني هنبتدي ازاي ولا عايزين ايه مثلا؟ الشغلانه بتاعتك دي بقى يا استاذ عادل هتاخد يومين، يا ريتك تعربن الرجاله بقى. حضرتك متاكد ان هما يومين بس؟ ايوه ده كنز صغير مش مستاهل. لا خلاص ما دام كنز صغير بالنسبه لكم يعني تحت امركم، ادي الفلوس اهي. حضرتك ادي لهم انت الفلوس. اتفضلوا على الشغل يا رجاله يلا. يلا الهمه يا رجاله الهمه. بصوا 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 يا رجاله انا عايزكم تحفروا لي بقى على عمق مترين و9 سنتي. بقول لك ايه، ما تخليهم 2 متر ونص عشان بقى يلاقوا كنز على طول، لان انا مش عايز ولا فرده حلق تضيع منه. يا استاذ عادل يا استاذ عادل ما ينفعش، دي احداثيات. معلش برضو حضرتك يعني انا صاحب الكنز وليا راي برضو. ما تهدلنا شويه يا استاذ، انت هتطلع حريق ليه؟ كل اعوذ برب الفلق. ايه الاخبار؟ لقيتوا ايه ولا عملتوا ايه؟ بتحفروا ولا لسه؟ على وشك على وشك. لقيتوا لقيتوا. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك يا دولة. عارف انا بحلم بقى ايه؟ ان انا اسكن في قصر في الطلبيه كده يا يعني. ورينا كده ورينا. ده ايه ده، موبايل؟ الحمد لله الحمد لله، لقيت موبايلي، اصل كان ضاع منه وانا بحفر. ضاع منه وهو بيحفر؟ ايه يا عم دهب، ايه الناس اللي بتوقع موبايلاتها دي وهم بيحفروا؟ طب احفروا بسرعه بقى، احفروا بسرعه. دولا بقول لك ايه، ما ينفعش يطلعوا لنا ميه كده وهم بيحفروا بالمره، اصل انا عطشت. انت ايه بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم وايه اللي موقفك هنا اساسا؟ وسايب البازار لوحده؟ يلا روح على البازار اتكل على الله. يا دولا بازار ايه يا عم وبتاع ايه؟ يا انسى بقى الفقر يا دولا، انت خلاص هتلاقي الكنز ان شاء الله وهتاكل ريش نعام. اكل ريش نعام وانام على لحمه بتلو بقى ولا ايه؟ مش عاوزين دوشه، ما تخلوش نايم يا صاح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا رمزي ولا رمزي، ما تروحش شغل لنا يلا قران يلا. ها ايه الاخبار يا معلم ده؟ لقيته لقيته لقيته. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك يا دوله. الله يبارك فيك. هسكن بقى في قصر عالي، بس مش في الطلبيه بقى، هغير، هسكن في العمرانيه. اتفضل يا عم حفره، ادي جراب الموبايل بتاعك. الحمد لله، انت امين يا دحطيره. يا عم حفره، وانت كل شويه تضيع حاجه كده، هو انت عم مطب ما لقيت لناش حاجه ولا ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمنيش بالطريقه دي، وبعدين انت داخل عليا كده ليه؟ ادخل عليك ازاي يعني؟ اكلكس قبل ما ادخل ولا هدي السرعه قبل ما اخش عليك على اساس انك مطب؟ يا عم ده في ايه يا استاذ عادل؟ في ايه؟ جايب لي كل عيوب الشوارع تحفر عندي، حفره ونقره ودحريره دحريره دحريره. ايه اللي انت جايبها لي؟ من فضلك يا استاذ عادل، انا ما اسمحلكش انك تغلط في شغلي ولا في التيم ورك بتاعي. تيم ورك انت هتعمل لي فيها الجوهر بتاع الحفر. بص بقى، ومن الاخر كده احنا الشغل ده ما ينفعناش، احنا عايزين بقى نوسع الحفره علشان ندق الترمبه. عطشت عطشت. لا 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 لا، ما بحبش الميه، حد يولع شويه نار. ولا يا رمزي، روح هات كورتين نار بسرعه عشان واضح ان ابليس جعان. لقيته لقيته. لا الكنز يا دوله. لا يا ابني، ده تلاقيه لقى الشاحن بتاع موبايل حفره. هيلا هيلا صل على النبي، كلنا عيلة في القناطر. واحنا طالعين رحلة يالا. ايه دولة؟ طب هقول لك، احنا نغني لهم حاجة فريحي بقى. عشان نصحصحهم كده. يا دولة. والكنز الليلة الليلة بتعيدوا يا رب تبارك في بارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب يظهر الكنز ويقب يا رب تبارك وتزيدوا. يا رجالة وصلتوا لحاجة؟ رجالة ايه وهبابة ايه بقى؟ احنا بقالنا شهر بنحفر. احنا كنا بنحفر في مترو الانفاق، كنا وصلنا لخط مدينه ناصر الجديد. مدينه ناصر الجديد يعني ايه؟ يعني ايه؟ قصدكوا ايه؟ يظهر كده ان مفيش حاجه والخريطه دي فسكوني تقليد يعني. تصدق ممكن يا دحضره؟ صح؟ صح؟
المؤرخ بيشتغلنا عادي، المؤرخين بيروشنوا علينا وبيشتغلوا الأجيال القادمة. أجيال قادمة اللي بيشتغلوها؟ يعني قصدكم إيه؟ حرام عليكم. لا احفروا احفروا، ده أنا بعت الأنبوبة عشان أجيب لكم أجركم يا جماعة، حرام عليكم احفروا والنبي. يا أستاذ عادل واضح إن مفيش كنز، إحنا مضطرين نستأذن ونمشي. تمشوا إيه؟ تمشوا إيه؟ لا 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 لا، احفروا، هي قربت خلاص، قربت خلاص، احفروا 3 4 متر إن شاء الله هنلاقي كنز، هنلاقي كنز والنبي، احفروا 3 4 متر. مفيش كنز، إحنا لازم نمشي، يلا يا رجالة. لا 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 ثانية واحدة، إبليس إبليس جه دورك، وزهم عشان يشتغلوا يا إبليس. ما توزهمش ما توزهمش. بقول لك إيه، إحنا لا هنحفر ولا هندور على حاجة، الحتة دي ما فيهاش حاجة، بينا يا رجالة. لا بينا إيه يا معلم أنت؟ هو بقول لك إيه، ما حدش ماشي من هنا إلا على جزمتي وعلى أولى. ربوهم يا رجالة. لا لا ثانية واحدة حضرتك، أنا ما قلتش حاجة، ده هو اللي قال، أنا ما قلتش حضرتك كده. ربوه هو يا رجالة. اه ربوه ربوه. وهيلا هيلا في القناطر، كلنا عيلة في القناطر. يا جماعة اللي عايز حاجة يجي ياخدها بنفسه. لا أنا ماليش دعوة، أنا عايزة الغوشتين بتوعي. وأنا كمان ماليش دعوة، أنا عايزة الشهادات الأو بتاعتي. وانا كمان عاوزه الحلق بتاعي. وانا عايزه انبوبتي يا مامتي. وانا عايز بنطلون جينز يا دول. انت اي هيصه جاي فيها وخلاص. يا جماعه انا عايز بس افكركم بحاجه، ان احنا قدامنا حل من اتنين، لا اما نرمي بلاوينا على بعض، لا اما نتجمع كلنا تجمع رجاله. وعايز افكركم بحاجه تانية، الانتري لما كان هنا هو والسفره وبعناهم، بعناهم ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وبعدين الانبوبه، حتى الانبوبه لما بعناها ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. ولما بعنا السرير والمله بتاعته وخدنا المراتب ورميناها على الارض ونمنا عليها، عملنا كده ليه؟ كنا رجاله ونمنا نومك رجاله. عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم مفيش فرصه قدامنا غير ان احنا نبقى رجاله ونقف وقفه رجاله. انا معاك يا بدوله. انا بقول رجاله، انت مالك انت مالك؟ خلاص خلاص دلوقتي يا جماعه، الحل الوحيد ان انت يا رانيا تروحي دلوقتي حالا وتفتحي الهويس. يا رانيا جرى ايه يا عادل؟ ما تروح تجيب حد يساعدك ويحفر. ها ها اجيب حد يساعدني؟ يا نهار يا اسوة، بعد المعلم دهب والمعلم دحديرة والحفرة اجيب حد؟ هيبقوا طمعانين. احنا يا اخوانا لازم نحفر بنفسنا. بص يا عادل، نصيحة مني انا، يعني لا ترمي مهملتك في سلة واحدة. ماشي ما علينا. وبعدين انا وجميع ما نقدرش ابدا على الشقة. لا لا ايوه ايوه جميع، عشان انا ما اقدرش اعمل حفرات علشان انا سنفتشي كلها. حفرات ايه؟ انتوا مش هتحفروا خالص يا اخوانا، بس انتوا هتساعدونا، مش هتسيبونا عشان احنا رجاله. فعشان كده انتوا بعد ما احنا نحفر انتوا تاخدوا التراب وتشيلوه ترموه قدام البازار. طب وانا بقى يا دوله؟ انت مالكش دعوه خالص، انت بقى لو ما لقيناش الكنز هرميك في الحفره وهردم عليك. ليه يا دوله؟ طب ما انا من غير ليه؟ خلاص خلاص يا دوله. انا بقترح. ها بتقترح؟ من امتى بتقترح؟ ما يا دوله نو نو. ها احفر عدل بقى. ادي يا رمز. ايوه ارمي التراب الناحيه دي كده. انت بتعملي ايه يا حماتي؟ بتعملي ايه؟ انا بحط ميه علشان الترابات ما تعملش انتشارات. يا ماما بتخلصي ايه يا ماما؟ معلش سامحني، انا بحب اشتغل على نظافه. عادل على فكرة بقى، احنا لازم نحفر 3 سنتيمتر جنوبا على اساس ان احنا نبقى عكس عقارب الساعة. عشان الوقت ما يسرقناش يعني. يلا رمزي احفر بقى الناحية دي كده عكس عقارب الساعة. بقول لك ايه بقى دولة بقى؟ بص انت دولة يا عم لسه جايين جداد يا دولة، انا المفروض ابقى رئيس العمال. انت جاي تدور هنا على وظيفة، ما تشتغل ياض وانت ساكت ياض. وانت ياسمين بتعملي ايه؟ بعمل قصر في الرملة. قصر في الرملة؟ الجو صعب قوي هنا. انا حاسس يا اخوانا ان انا قاعد عند الكوافير، مش ناس بيحفروا عشان كنز. انا هشتغل بنفسي، هشتغل بنفسي. خدي خدي. اوعى يا عادل تنزل. لا يا عادل انا عايز الاقيها. ايدك يا دوله. ايدك عشان توقعني. اوعى توقعني. بس خلاص لازم اشتغل بنفسي، انا اعتمد على واحد زي ده. احفر الناحيه دي. ايوه لا لا كده ويمين شويه. كده دوله. ايوه استنوا استنوا استنوا. ايه انا سامع صوت. ايه انا سامع صوت برضه. ركزوا كده. ايه ده؟ صوت الكنز. بس يا عادل هو الكنز له صوت؟ ايوه طبعا، مش الكنز ده بيبقى حلقان وغوايش وبتاع بتعمل صوت. ايوه استنى 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 هننزل نشوف فيه ايه. ايه ده ايه ده؟ انا حاسس الدنيا بتمطر. هو يا دولة خير خير المطر خير. يلا ننزل تحت. يلا
ايه ده انت مين؟ انا زيكم بالظبط، بدور على الكنز من 20 سنة. من 20 سنة بدور على الكنز؟ وجبت الشمعة دي منين؟ جبتها من تورتة؟ لا مش من التورتة، دي من اللحمة اللي كانت معايا، عملت من الشحم بتاعها الشمعة دي. بقولي انتوا لقيتوا الكنز؟ لا هو احنا ما لقيناش الكنز. حضرتك عايز ايه حضرتك؟ يبقى ادور عليه بقى في سرداب تاني، اصل البازارات كلها مدخلة على بعضها، وان شاء الله لما الاقي الكنز هرجع الوشتين بتاع ام واختي والحلق بتاع اخت مراتي وشهادات الاستثمار بتاعت حماتي. الله الله، ده التاريخ بيعيد نفسه يا استاذ عادل، ده عادل الكبير. بقولك يا ابني، ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ عايز دقيقة من الموبايل بتاعي؟ موبايل يعني ايه؟ لا ده حاجة ظهرت في الغربة بتاعتك من 20 سنة، يعني عايز ايه؟ امه لا تاخدني البيت معاك، اريح سنة ولا حاجة واتغزى وارجع احفر تاني. تتغزى ايه؟ وبعدين تيجي عندي في البيت ده؟ انا عايش مع 6 ستات، يعني 7 تنفار في بيت واحد، هتيجي فين يعني؟ يا ابني ما فيهاش حاجة لما يبقوا 8 وينوبة بثواب. لا معلش يا حاج، اتكل انت على الله، دور على الكنز بتاعك بقى، روح سرداب تاني ولا احفر في حتة تانية. الرزق على الله. بقول لكم ايه يا جماعه، واضح فعلا ان احنا حفرنا غلط، يبقى بدل ما كنا بنحفر كده هنحفر كده بقى المره دي. صح يا دكتور؟ معلش يا حبيبي سامحني بقى، انا عايزه الغوشتين بتوعي. وانا كمان عاوزه الحلقه بتاعي، بقول لك اهو. وانا بقى مش هعمل اي حفرات تانية، وعايزه الشهادات بتاعتي. ها عادل يا حبيبي، انا عايزه الانبوبه بتاعتي. حاضر. وانا يا بابا ازهقت من الحفر ده، خديه معاكي يا ماما. حاضر. وانا دوله عايز. انت كمان؟ انا عايز ابقى رئيس العمال بقى. عايز تبقى رئيس العمال؟ قوي بس رئيس العمال لازم يبقى في موقع الشغل. اتفضل حضرتك. ماشي اتفضل. انت رئيس، مش معقول هتستخدم الجاروب. اتفضل. انا اقولهولي يا دوله. اتفضل يا رئيس العمال. دوله صبي. اتفضل. دوله احفر. يا دوله الحاني. انزل تحت. يخرب بيتك، يخرب. اعمل لك ايه؟ انت مكسر نص مصر لغايه دلوقتي، اعمل لك ايه؟ يلا ما تفتح يلا. انا اسف يا دوله، انا اسف والله ما شفتهم. يا دوله عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه دوله؟ ممكن يعني اطلب منك طلب كده اهو. اطلب اي حاجه بس ما تطلبش فلوس ولا تطلب اجازات. امال مين هيكسر لي في الاجازه بتاعتك؟ لا يا دوله، انا الحمد لله معايا فلوس وكل حاجه. انا يعني كنت عايزك يعني تكتب جواب لامي. انا اكتب جواب لامك؟ عيب يا رمز. يخرب بيتك، امك دي يالا، دي مرات عمي. يهبل. يا دوله لا، يا انت يا عم دماغك راحت فين يا عم؟ انا قصدي انك انت تكتب لي انا جواب ابعته انا لام انا. 12 انا. حاضر يا سيدي، قول كده من الصبح. انا قلت برضو ايه ده، بيستهبل ده ولا ايه؟ ما لازم اقعد اركز في الكلام عشان تفهمني. اخلص. اكتب يا دوله. ايه اكتب لها؟ عندك كحه يعني ولا ايه؟ لا انا جاي اهو دول. الى امي ام رمزي الحبيبه، يعني الشهامه والجدعنه والرجوله. رجولي دي يالا؟ حد يقول لامه انها راجل يالا؟ انت ولا خش في الموضوع على طول. انا كويس يا ماما. بلاش يا ماما دي، انا دول اصل تزعل مني. بلاش يا ماما. انا كويس الحمد لله يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه، برغم من ان دولة ابن عمي فلزه كبدي مطلع عينيا ويعني. انا بكتب لك جوابات، انا غلطان؟ بتكتب لامك ان انا مطلع عينك يا لب سهبل؟ ايه دول يعني اكدب على امي؟ اكدب على امك. ماشي، شوف مين هيكتب لك جوابات تاني. شوف. ماشي، مش عايزك تكتب يا عم، انا هقول لها في التليفون. هتقول لها في التليفون؟ قول لها في التليفون. ايه اللي انت لابسه ده يا دول؟ ده ايه ده؟ جمل. عمار لابس جمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا معقولة كابتن إبراهيم سعيد؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا مش والله مش مصدق نفسي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. أهلا وسهلا. دولا مين يا كابتن إبراهيم سعيد ده؟ بس يا أنا يا معلش يا كابتن، اللي ما يعرفك يجهلك، وده بقى مش جاهل، ده أبو جهل نفسه. هو فعلا شكله ملوش دعوة بالكرة خالص. والله ولا ليه دعوة بأي حاجة حضرتك. لا لا لا، إيه اللي ماليش دعوة بالكرة؟ لا أنا على فكرة بقى وأنا صغير كنت بلعب أنا والعيال زمايلي بيلي مسافات طويلة. شفت يا كابتن بيلي؟ هو آخره بيلي أساسا. آخره بيلي هو نفسه آخره بيلي. اجري يلا هتشرب يا كابتن. لا شكرا. لا 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 لازم عايز والله. ولا روح هات كوباية شاي في الجون يلا. ماشي يا دولا. وعندك واحد شاي في الجون وما يكونش تسلل. أهلا وسهلا، منور يا كابتن. كم التمثال ده بقى؟ التمثال اللي هو بتاع توت عنخ آمون ده؟ ده يا سيدي عشان خاطرك وعشان خاطر منتخب مصر أديهولك ب 150 جنيه. أنا عايز واحد مش عايز دستة. واحد إيه حضرتك ودستة إيه؟ يعني حضرتك ده متكلف جامد جدا، ده بس كفاية الألوان اللي فيه والذهب اللي فيه ده. أنت هتشتغلني هو من الآخر 40 جنيه. 40 جنيه يا كابتن معلش، يعني عدم المؤاخذة اللي يشوف حضرتك بتفاصل كده يعني يقول يعني معكش فلوس، بس أنا أعرف يعني ما شاء الله. أنا ما بحسدش، أنا لعيبة الكورة دي أكتر ناس بتكسب. نكسب مين؟ كل الناس فاكرة كده مع إننا إحنا مظلومين جدا على فكرة. مظلومين؟ أما لو أنتوا تبقوا مظلومين إحنا إيه؟ نبقى أسرع حرب بقى. لا اللي بيكسب فعلا السمسار. السمسار؟ ليه هو السمسار يعني عدم المؤاخذة هو اللي بيجيب البطولات؟ لا ما هو بيجيب اللعيب، بياخد فلوس من اللاعب وبياخد فلوس من النادي وبياخد فلوس من اتحاد الكرة. انت فاضل تقول لي بانه بياخد كمان فلوس من الجماهير بقى؟ فعلا لو الجماهير اعجبت باللاعب ممكن الجماهير تديله فلوس. يا سلام، يعني السمسار يجيب لعيبه يديها للنوادي ويكسب هو فلوس كتير. بالظبط كده. طيب ممكن يا كابتن ابراهيم يعني اخد تليفون حضرتك؟ يعني مفيش مشكله، ده الكارت بتاعي. شكر اول ذوقك يا كابتن. ان شاء الله بجد انتظر بقى مني مفاجأة. والله يا دولا انت ابن حلال وربنا هيكرمك ان شاء الله. مالكش دعوه. ليه دولا انت بتتحشر في كل حاجه ليه؟ انت مال؟ احنا مش ولاد عيال. ايوه يا استاذ عادل، طلباتك امورك. ازيك يا فتله؟ تعالى اقعد. ازيك يا فتله؟ الحمد لله. ازيك يا رامز؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزك في حاجه مهمه قوي. كلام سر بيني وبينك، انا هبقى سمسار لعيبه يالا. اخيرا لقيت حد هيكتشفني. يا عيني ده طلع اهبل يالا. بيقول لك سر. قول لي انت عايز ايه يا استاذ عاد. بص يا سيدي، انا عايز اكتشف لعيبه يعني عشان اقدمهم بقى للانديه والمنتخب جمهوريه مصر العربيه. طب ما انا من جمهوريه مصر العربيه. لا انت بالنسبه لك مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك البوفيه بتاع اتحاد الكوره، تنزل مع سمير زاهر تنزل له شاي وقهوه وكده. يا سلام يا دولا على قلبك الكبير يا دولا. بس كده بقى انا تحت امرك. ماشي. تعرف ان هو لعيبه حوالينا في المنطقه ولا حاجه؟ انا هخدمك بقى خدمه العمر عليك وعلى الملواني. ايه الملواني ده؟ حرامي؟ لا ده كشاف. كشاف ايه؟ بينور يعني وكده؟ اهو يهبل بينور ايه؟ الكشاف ده اللي بيكشف على النور ويشوف عندك كام كهربا وكده. لا ده كشاف لعيبه يا غبي. وده بقى الكارت بتاعه هيساعدك. الكارت ده اللي هيساعد؟ لا يالا الملواني هو. انت بتتكلم ليه وكل حاجه تقشر نفسك فيها؟ وحس انك هتشغلني في اتحاد الكوره مع سمير زاهر، خد بقى الخدمه التانيه دي. يا سلام يا ودي يا فتلك يا قلب كبير. اخلص اخلص انت. ها قول. في صاله جنبنا ممكن تاجرها وتقابل فيها اللعيبه بتوعك. يا سلام عليك يا دفا. وحس ان انت اديتني بقى الخدمتين دول، خد يلا خد دول معاك اهم. ايه 400 جنيه كل ورق ب 200. عايزك تاجر لي الصاله دي وتملاها لي لعيبه قلم اللي عايزين يكتشفوا. يلا ماشي. طب وحس ان انا قاعد معاكوا دول، انا ماليش حاجه يعني في ايه؟ ليك حاجه ايه؟ انت هتيجي معايا دلوقتي، هنروح نقابل الملواني ونتفق معاه ونشوف موضوع الصاله ونبتدي بقى نجهز اللعيبه عشان مصر. يلا هننزل نقطع فرق العالم كلها اللي في كاس العالم بتاعت افريقيا دي. يلا الله يا دولا، الله ربنا يكرمك. يعني انا هروح معاك دلوقتي؟ اه عرفت هتيجي معايا فين؟ على كاس العالم. لا يلا هتيجي معايا عند الملواني. مين الملواني ده؟ دول اللي هو بيكتشف البتاع اللي هو بتاع الكهرباء. الكهرباء ايه؟ هات 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 نبتدي نشرح من اول وجديد. ازيك يا فتله؟ ازيك يا استاذ عادل؟ عامل ايه؟ عايزك في كلمه سر. يلا تعالى تعالى كابتن ملواني، تعالى خش اتفضل.
مش لازم تلعب ده يا اخوانا، ما كنا قعدنا في البيت وخلاص. لا لا ازاي تقعد في البيت ايه؟ بعيدا يعني على ان بيتك خلاص قايل للسقوط وممكن يتهد على دماغنا في اي لحظه. احنا عايزين نقعد نتكلم معاك هنا اهو في هدوء يعني عشان نستفيد من خبرتك في الكوره يا كابتن. صح يا دولا، هو واضح يعني ان الحاج الكابتن ملواني دون يعني خبره قوي. طبعا يا ابني الكابتن الملواني المفروض يتعمل له تمثال شمع في متحف الشباب والرياضه. انا كنت احسن واحد يلعب هاف باك سنتر فيرويد لفت يمين ولفت شمال في البلد كلها. إيه ما كانش حد بيلعب في الملعب غيرك ولا ايه يا كابتن؟ تحتري عليا ولا ايه؟ ده انا جاي لك من زمن الكوره الجميل. طبعا زمن الكوره الجميل، انا بس حضرتك اتخضيت يعني لما قلت لي سنتر باك فيرويد يعني حضرتك طبعا اللعب ايامكم كان غير العك بتاع اليومين دول. طبعا عك، احنا كنا ابطال حقيقيين يعني. مثلا ما كانش في تسلل خالص، كلنا كنا بنلعب بنفس راضيه ونيه صافيه، لكن دلوقتي اللعيب اللي وقع التاني. يا سلام عليك يا ملواني لما تلعب. يعني اللعيب اول ما حد يلمسه كده بس يقولك لا انا عايز اروح اتعالج في المانيا. على ايامنا كنت بلعب بقطن وشاش وصبغه يوت وصبغه كاو وصبغه، كان معانا كل الصبغات، كان معايا شنطه كده صغيره زي شنطه المرور بتاعت دلوقتي، وكان فيها صن بلوك، اللعيب ياخد ضربه شمس انا اديله على طول. الله الله الله، ايه ده الامكانيات دي؟ انا تقول الله دول يعني ايه صن بلوك؟ صن بلوك اسمه صن بلوك دي، يالا ده نوع من البتاع المنشطات اللي بنلعبها عشان مالكش دعوه مالكش دعوه. كمل كمل يا ملواني كمل. يعني اللعيب دلوقتي مثلا لما يجيب جول ويجيب جول صدفه حتى يقول لك انا عايز فلوس. انا كنت بلعب في النادي بتاعي بلقمتي باكلي وشربي بس. الله يا كابتن الله، واضح طبعا من ساعه ما اعتزلت لسه ما اكلتش صح؟ بيهزر بيهزر. والله يا ملواني يعني مش عارف اقول لك ايه، بس اكيد حضرتك هتكسب خبرتك. عايزك بقى تساعدني في اختيار اللعيبه اللي هندربهم عشان نبيعهم لبقيه الانديه. بس انا ليا شروط. شروط ايه؟ عارف اكلك وشربك دول مقدور عليهم. سهل سهل. كل اللعيبه اللي هنجيبهم وهنمرنهم وهنبيعهم ليا فيهم نسبه. يعني انت طول عمرك شغال باكلك وشربك وهتيجي عليا تعمل لي ناصح يا ملواني؟ ده شرط. قلت ايه؟ ماشي هديك 10%. 20% ومش هرجع في كلامي. 19% عشان ابقى ماشي الكلام. موافق. لا بتهرج يا عادل، بتهرج اكيد. سمسار لعيبه ايه؟ تكونش فاكر نفسك محمود الجوهري؟ يا جهلة يا جهلة كرويا يا اللي مش فاهمة أي حاجة. الكابتن محمود الجوهري كابتن مصر طبعا مدرب عظيم. أنا بقى وضع مختلف، أنا سمسار كورة مش مدرب عشان تعرف إن أنت جهلة يعني. عادل عيب قوي تسمسر على الناس عشان الكورة. يا ماما أنت فهمتي إيه؟ لا مش هسمسر على الناس، دي حاجة وحشة مش حرامي يعني، سمسار دي حاجة تانية. يو يو يا عادل ما ينفعش يا حبيبي، علشان الموضوع ده عاوز حد يكون عنده خبرات وأنت أكيد ما عندكش أي خبرات. برافو عليك يا حماتي، عشان كده أنا استعنت بواحد خبرة بقى الكابتن ملواني. يا ابني إحنا ما نعرفش في الحاجات دي، إيه المطلوب مننا؟ انتوا مش مطلوب منكم حاجات كتيره، انا هصرف على اللعيبه دي في الاول وبعد كده يعني ان شاء الله هكسب من وراهم كتير. شكلك هتكسب فيهم صواب. يو يو يا عادل مش معقول انت هتصرف عليهم، انت كنت يا دوبك بتدفع فلوس هنا وبتصرف علينا بالعافيه. بص يا حماتي ده يعتبر مشروع زيه زي اي مشروع من مشاريع الدنيا كلها، اصرف في الاول لغايه ما ادرب اللعيبه بعد كده ابيعهم واكسب من وراهم ذهب. لا ام سوري اي دونت اندرستاند ا ثينج، من فضلك بقى فهمني بس يا وش يا وش. بص يا حماتي دي مسألة بسيطة خالص، اللعيبة دي محتاجين رعاية، أنا لازم أرعاهم وأدربهم وأكلهم وأشربهم بعد كده أبيعهم للأندية هكسب من وراهم جامد جدا. طب ما تشوف لي كل واحد شقة بالمرة. لا ما ده هيحصل لما أنا أبيعهم بقى للأندية، الأندية هتجيب لهم شقق. دول ولا هيتباعوا في سوق الجمعة. يا ابني دول باين عليهم جعانين وفجعانين بيضحكوا عليه. يا ماما يضحكوا عليا ايه يا ماما؟ بصي هما فعلا جعانين، بس جعانين كوره، جعانين شهره، انا بقى دوري ان انا اوصلهم للعلالي. جبتك يا عبد المعين تعني. يا ماما انا عايزكم بس تعملوا اللي مطلوب منكم، من اول ما نبدا تدريب هبتدي انا اهتم بيهم وانتوا تنفذوا اللي عليكم وتجهزوا الاكل، لان انا هبتدي بقى تجهيز فريق مصر المرعب. يا كابتن دول الكباتن بره ادخلهم ولا نتقل عليهم شويه؟ تتقل عليهم ليه؟ اصبر اصبر يا كابتن، ندخل العيال اللي عايزين يلعبوا؟ دخلهم بس واحد واحد بنظام. حاضر حضرتك سمعت، واحد واحد بنظام. يلا ماشي يا دول، ده كده هو بره كتير قوي. الواد فتله باين عليه واد شاطر قوي، انا مش همسكه بس البوفيه بتاع اتحاد الكوره، انا همسكه البوفيه بتاع الفيفا. يلا الله يا دول يا ابو قلب كبير يا دول،
قال بقول لك يا دولا ما تخلي الكابتن ملواني يكتشفني يا دولا، ده انا على فكره كل اللي يشوفني يفكرني ابو تريكه. يفكرك ابو تريكه؟ ايوه يا دولا، ده انا شبه تيبيكال. حتى بص يا دولا يا هبال، انت فكرك ان ده ابو تريكه؟ قال يا عبيط. امال يا دولا؟ ده عمرو زكي يا غبي. يلا يلا، انت اساسا بالكتير شبه الملواني. لا مؤاخذه يا كابتن نادي الناس. يلا ماشي يا دولا، ماشي يا كابتن، ماشي. يلا يا جماعه بقى، واحد واحد، وعايزين نظام. ها عايزين الكابتن الاولاني يدخل. يلا يا رمزي، انا مش قايل لك دخل الناس واحد واحد، مدخل لي خمسه مع بعض ليه؟ معلش يا دولا، ما انا لقيته بقى زحم المكان بره، فقلت بقى اخف شويه من بره. انا عبود الخطيب، هداف الشرابيه دورتين ورا بعض. عبود؟ قصدك عبود على الحدود يعني؟ عبود، علاقتك ايه بالكوره؟ علاقته واضحه، هو والكوره شبه بعض يعني. حضرتك ما تبصش لهيئتي، حضرتك شوف مهاراتي، انا التوينز بتاع زيدان، شبهه شبهه يعني. اه فعلا شبهه، الصباع اللي انت بتشاور بيه ده شبه زيدان فعلا. يا ابني المهاجم لازم يكون رشيق الحرك. انا ممكن اخس كيلو ونص. انت محتاج تخس طن ونص. يعني يا كابتن مفيش امل يا كابتن؟ ايه رايك يا كابتن؟ والله يا كابتن انا شايف ان هو ممكن يبقى حارس مرمى كويس جدا، لان هو لو وقف في المرمى مش هيبقى فيه ولا خرم حد يجيب فيه جوان يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حياتك يا كابتن، ربنا يخليك. يلا يلا رمز اللي بعده. يلا عناية يا كابتن دولة. يلا يا جماعة الكابتن اللي بعده. الكابتن اللي بعده. هو دخل اهو يا اهبل يا اهبل، انت مش شايفه؟ ما انت لا اما تدخل لي خمسه خمسه، لا اما تدخل لي نص نص يا غبي. معلش يا دول، اصل انا لقيت واحد دايس عليه بره يعني، فصعب عليا. معلش يا دول. وده يبقى ايه ده، حامل الرايه؟ لا اكيد الرايه اطول منه طبعا يا كابتن. العين عليها حارس، وانا بعون الله حارس مروى علي الحضري. حارس مروى؟ حارس مروى يعني ايه؟ ازاي يعني؟ انا بلا فخر وبلا مجاملات، عشان مالكوش عندي مجامله، انا علي الحضري حارس مرمى الشرابيه والزاويه. قصدك حارس مرمى القصارين؟ تينكر تينشوكي بقى. بص يا كابتن، انا عندي خفه حركه غير عاديه، ده انا كنت بنط الحضري في ديسك واحد. كنت مع الحضري في ديسك واحد وهو ما جالوش ديسك وطول، وانت جالك ديسك قصرت ولا ايه؟ معلش والنبي يا دولا، والله العظيم شكله هيصعب على المهاجمين قوي على فكره، وهيتعاطفوا معاه. لا ده ما ينفعش جون خالص. ليه بس بتعطل؟ ابوس تيشرتك خدني معاك. طب ما انا عندي فكره يا كابتن. ايه هي الفكره؟ ايه رايك يا كابتن لو هو بقى مهاجم بتاع الفريق؟ اكيد الفريق المنافس مش هيشوفه وهو عمال بيزرق من وسطيهم، ويقدر يجيب جوان كتير. فكره حلوه، برافو عليك. فكرة ايه بس ومهاجم ايه يا دولا؟ طب ما فرقته بردك مش هتشوفه يعني، هيروح الجون ومن غير كورة. مش اشكال، مش اشكال، فرقته مش مهم تشوفه، المهم هو يشوف فرقته. انت بتعرف تشوف الناس نظرك كويس؟ انا جايب لينسز بمحلوله. لينسز بمحلوله، ايه رأيك؟ خلاص نتكر على الله. الف مبروك، انت المهاجم يا قد بتاع الفريق. خليك يا كابتن، كابتن دولا يا نجم، بابا عايز احترم يا نجم، بابا كابتن دولا. عناية يا كابتن، عناية عناية. يلا الكابتن اللي بعده. دخلنا على سوق العبور. ايه يا ابني انت جاي تشجع ولا ايه؟ انا فرج الناشف وزير دفاع فريق جرجه. وايه النهجان اللي انت فيه ده؟ فاكر مثلا ان احنا ممكن نعمل لك ماتش اعتزال؟ لا انا الكوره بتجري في دمي. تجري ايه في دمك اذا كنت انت اساسا مش قادر تجري؟ مين قالك ده؟ انا ساعات بروح بلدنا ماشي. طيب وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت فاكر نفسك رايح الغيط؟ مفروض تلبس لبس رياضه. انا بلعب في بلدنا كده. اسمع الكلام وانت ساكت، انت جاي من اولها لمضى. اسمع الكلام، اوامرك ساعات البيه، اوامرك ساعات البيه. يلا يلا بعد يا رمزي، يلا خلينا نخلص. يلا يلا مشغور، والبس لبس التدريبات. انا يا دول الكابتن اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عثمان من السودان الشقيق، واسم الدلع شوكولاته. قصدك اسم الدلع شيكا بالا، وجاي تحترف هنا ولا ايه يا عثمان؟ يا ريت يا كابتن احترف عندكم هنا، بس يعني خلاص خلاص، سيب بياناتك عثمان، سيب بياناتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسل عسل عسل. اللي بعده اللي بعده، شوف لنا اللي بعده بس حاجه على كريمه كده. عينيا يا دول عينيا. الكابتن اللي بعده بالخطوه السريعه. هلو يا عمو، انا نفسي العب كوره بس بشرط ما تكونش تقيله، ممكن ولا ايه؟ اذا في كوره ايه؟ يلا يا ابني يلا يا ابني، روح العب بينج بونج. طب ممكن يا عمو العب بينج بس؟ لا انا ممكن انا بقى العب بينج. يلا يلا من هنا يلا. خلاص خلاص كفايه كده النهارده، واتصلوا بالناس عشان بكره نبدا التمرين. طب تفتكر يعني يا كابتن ملواني العيال دي ممكن يجي منهم نتيجه كويسه؟ طبعا، ده انا هعمل لك من الفسيخ
شرباء. شوفوا رجالة، كل واحد فيكم لازم يعرف انه هو مشروع نجم، ونجم كبير كبير جدا، وان انا المدرب، ومدرب كبير كبير كبير. ايه يا دولة كبير كبير اللي عمال يقولها دي يا عم؟ مفيش حد كبير هنا هون غيرك يا دولة. يعني انت بتقومنا عليه؟ هو يقصد كبير في السن، مالكش دعوة. يعني انت مثلا كمهاجم قولي ازاي هتتعامل مع الخصم؟ كمهاجم ربنا يستر وما يبقاش بقى ايه مكسب للخصم. انا عمري ما كنت مكسب لحد، انا لو ما ضرتكوش مش هنفعكم، انا مهاجم عندي حاسه الهداف، كل همي ازاي اجيب جون من غير ما حد يشوفني. ليه هتحط الجون في الضلمه؟ انا همشي بنصيحه الكابتن عادل ليا. ولا انا هتبناك، يلا انا معجب بيك، خد تعالى تعالى انا جايب لك السندوتش ده مخصوص. بص طويله قد ايه اهو، خد السندوتش ده مثل اعلى ليك. يلا السندوتش ده بيلعب عقله من زمان، يلا اتكل على الله. وانت يا عبود، يا عبود. اه يا كابتن. انا عايزك بقى كجون كده تقف جون مصحصح، قول لي هتعمل ايه. شوف يا اسطى، هو انا في خطه كده هعملها ان شاء الله، حلمت بيها ان انا هبقى مفوق جدا ومش هنام يوم الماتش خالص، وان شاء الله مفيش كوره هتخش الملعب. اهم حاجه يا عبود خلي بالك تفضل مصحصح جوه الجو، اوعى تقعد، لان انت لو قعدت ممكن اي جول يجي من هنا ولا يجي من هنا، يبقى مش عايزين اي ثقوب في الجول خالص. تقوم يا كابتن عادل، تقوم. برافو عليك يا عبود. اما انت بقى يا ناشف، عايزك تبقى مدافع رخم وغلس وغتت وزنين، هتعمل ايه بقى يا ناشف؟ انا هراقب المهاجم من اول ما يطلع من بيتهم لحد ما الماتش ما يخلص، مش هسيبه. حلو 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 حلو، روح المخبرين دي راقبه من ساعه ما يطلع من البيت ووصله لغايه البيت. برافو عليك. اما انت بقى يا عثمان، عايزك تصحصح معايا لحسن يكون مصيرك دكه الاحتياطي. اه وبعدين لو فشلت كمان على دكه الاحتياطي هنشيلك بالدكه ونحطك قدام باب اي اماره يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هتبقى بعد كده مصيرك وعليكم السلام. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عمو وانا هعمل ايه؟ تعمل ايه يا ولا؟ اول حاجه انت تبعد عن الناشف. ايوه. والتاني حاجه انا مش طاردك قبل كده يالا. وحشتوني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا، احنا ناقصين. لا اما بقول لك خليك عشان لما الجمهور يجي يشتمنا يركز الشتيمه كلها عليك يالا. بص بقى، بص ده يا كابتن، يا نهار اسود، ده لعيب جامد جدا، شفته وهو واخد الكره على صدره كده. جامد ايه؟ قصدك على كرشه؟ ايوه، ما هي دي صح يا كابتن. يعني بص انت بس شوف اختار وعايز كام لعيب عشان تدخلهم المنتخب. اولا دول ما ينفعوش يلعبوا كره خالص، دول ما ينفعوش حتى يلعبوا دوره رمضانيه، خدهم وانا اديك فلوس. خدهم ايه؟ لا لا انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ انا فهمت قصدك على السعر. يعني عموما انا ممكن اديك 2 لعيبه فوقهم لعيب هديه، وممكن اريحك في السعر. لا انت تريحني وتكسر الكاميرا دي خالص، واوعى حد يتفرج عليهم خالص. لاحظ يا كابتن انك انت بتكلم سمسار. وبعدين يا كابتن يعني معلش انا عملت بنصيحتك انا كابتن. لا الموضوع مش كده خالص، انت اللي فهمتني غلط. يا ابو الكباتن والله انا ياما قلت له ما تتسرعش يا دوله. اصل السمسار دوت عنده مكتب ووكيل لاعبين ومعترف بيه في الفيفا. الله يرحم زمن الكوره الجميل. انت هتفضل معديها؟ بقول لك ايه، ما اسمعش صوتك بقى ملواني. انت مش عارف امتي خالص، ولا حد في مصر كلها عارف امتي. انا هسيب مصر كلها وامشي، انا رايح الفيوم، رايح الفيوم على ارض الكتاكيت. اطلع بره، اطلع. ما هو طلع بتطلعه بره بعد ما طلع. اسكت خالص. يعني ايه دلوقتي يا كابتن؟ يعني مفيش فايده. للاسف لا، عامل لك ايه، انت اللي فهمت كلامي غلط. معلش يا كابتن، معلش يا ابو الكباتن، يعني ما تزعلش، هو دايما بيفهم غلط كده. وبعدين ده ابننا بردك ومش ذنبي. ابننا بردك؟ انت بتتكلم معايا على الكوره يا دي؟ انت بتفهم في الكوره يالا؟ ايوه بقى دول، انا مش عايز اتكلم، انا بفهم في الكوره واحرف منك على فكره. انت احرف مني يالا؟ يا ده انا اللي كنت بغلبك زمان، يا ده انا كنت بمرمطك يالا في الشارع. ايوه ابقى مرت اللي جول انا كنت بحطها فيك وتحسبها عليا. مش كانت الكوره بتاعتي؟ كانت الكوره بتاعتي، يبقى انا احسب لك ولا ايه؟ زمان عايز خلاص، خد الكوره اهي. يا سلام، انتوا هتقعدوا تتخانقوا وانا كل ما اخش مكان الاقي في خناقه. طب يعني هنعمل ايه دلوقتي يا كابتن؟ خلاص الكوره اتكتب الغطاس. ماشي الكوره اتكتب الغطاس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رانيا،
جهزت الغدا؟ على ما تغسل ايدك هيبقى على السفرة. طيب بسرعة عشان عايز ارجع البازار تاني. طب خلنا ايه النهاردة؟ شوربة عدس بالبشاميل. شوربة عدس بالبشاميل؟ ده ايه العك ده؟ عدس عدس يا بيبي مش عك عدس. ده انا حطلك في العدس ده شعرية بالبشاميل بحبيبات البازل لاق وهيبقى الطعم مختلف. انا لو منك اجيب سندوتشين من بره. ده انا حطيت المعلقة في السلطانية ساحت. يا حماسي يا حبيبتي انا حاطه في العدس بيكربونات الصوديوم علشان تقتل اي جراثيم موجوده في المعده. يا جماعه حد يطبخ ويخلصنا بقى من الاطعمه الفاسده دي. هنعمل لك ايه؟ مراتك محرجه علينا نخش المطبخ عشان تعك بمزاجها. يو من فضلكم بقى يا وش يا وش على بنوتي. يعني انا اول ما اتجوزت انا كنت بطبخ الطبيخ الكومبرونشي ده، لكن بعد كده بعد فتره صغننه اتعلمت. فتره ايه؟ ده انا متجوز بقى لي 10 سنين. كل حاجه يا حبيبي دوق سنة ايديا وهتقولي ان انت دقت حاجه فظيعه وما حصلتش. ايوه بس يعني هاكل الشوربه دي بالشوكه ازاي؟ ما هو يا حبيبي ده اصله اكل بنجلاديشي ذو سمعه طيبه وليه طريقه اكل. خد اتفضل. هاكل بكتالوج؟ يا نهار اسود. لا 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 انا هاكل بطريقتي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سرعت. في ايه يا عادل مالك؟ اغرب طعم دخل بقي في خلال رحله حياتي. يا ابني هين قرشك ولا تهين بطنك، اطلع بره وكلي. مش معقول بجد، مش معقول بقى كده. يعني اكيدي هو ناقص شويه ملح شويه فلفل شويه رحمه بقى. يوه هو انتوا مفيش حد فيكم فاهمني خالص يا جماعه؟ في حاجه اسمها الاكل الكيفي والاكل الكمي. بصي وفي حاجه اسمها لا تطبخي يا رانيا ولا عايزين ناكل منك اكل بقى. يا عادل افهمني الله يخليك. هو مش في لعيبه كوره جامدين جدا جدا بيلعبوا كويس قوي في الملعب الكبير ولما بييجوا يلعبوا في الخماسيات بتاعتهم بيعكوا ما بيعرفوش يلعبوا؟ انت ايش عرفك باللعيبه اصلا؟ اللعيب لعيب في اي حته يا هانم. لا طبعا انا اعرف اطبخ بس لما تبقى الاحجام غزيره. دي حجه البليد. حجه البليد ايه؟ لا مفيش بليد ولا حاجه، هي كل حكايه بس ان انا النسب. في حاجه اسمها النسب، انا نسبي لازم تبقى فخمه عشان اعرف ابدع. ها واضح ان انا مش هعرف اكل في بيتنا خالص، وكتالوج جايبهولي حضرتك عشان اكل بيه الشوربه. انا عودا سريعا ان شاء الله لاكل الشارع. منك لله يا رانيا. سلام عليكم. يا جماعه هناكل ايه؟ يعني هناكل ايه؟ مفيش غير مطعم مدي ايدك وده اكله كله طعم واحد، الفراخ زي السمك. يعني الفراخ بتلاقوا فيها شوكولا ليه؟ بصراحه مهرجه عنده حق، الواحد مصري بيشفت من الاكل اللي بره. الواحد نفسه في اكله بيتي كده يرم العظم واللحم. طب ما بتروحوش تاكلوا في بيوتكم ليه؟ المشوار بعيد والدنيا زحمه، ولو روحت اذ ربما انا انتخ ومرجعش تاني، ولا غلط؟ لا مش غلط. طيب شوفوا بقى هتاكلونا ايه النهارده. الله انت مش قلت رايح اتغدى وجاي؟ والله يعني انا صراحه بعد ما روحت يعني قلت مش معقوله اسيب المعلم مهرجه والمعلم تيتي ياكلوا لوحدهم، لازم اكل معاهم يعني. طب ما تجيب حاجه من البيت ونشاركك فيها. صراحه يعني يا معلمين انا مش عايز اخسركم يعني. خد يا تيتي 50 جنيه عايز اي حاجه. ايه ده؟ اي حاجه ب 50 جنيه؟ النفر مننا بيصرف 50 جنيه في الاكل بره. حسبتها مع نفسي لقيت نفسي باكل ب 1500 جنيه في الشهر. 1500 جنيه؟ يا نهار ابيض ده مبلغ ضخم جدا. وانا شارحه وكل المعلمين المستنين الاكل دول كده برضو. انت بس اللي مش حاسس عشان بيتكم خطوتين من هنا. هو قريب زي بعيد يعني ما تفرقش يعني، بس عموما اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. مفيش واحده قريبه ونفسها حلو تعمل لنا اكل بيتي زي ام دهب الله يرحمها. من طاجن الباميه باللحم الضاني بتاعها ده. ام دهب و1500 جنيه في الشهر، ده اكيد كانت محوشه دهب. 1500 جنيه في 10 انفار يساوي 15000 جنيه. 15000؟ ايه دول؟ انت بعت الموبايل بتاعك ولا ايه؟ الموبايل بتاعي هبيعه ب 15000 جنيه؟ دي دراسه جدوى يا غبي. جدول ايه بس يا دولا اللي انتوا بتدرسوه ده؟ جدول الضرب ده بقى على فكره ما منوش اي فايده، يعني مثلا يقول لك 9 في 5. طب يا دولا يعني ازاي يعني التسعه الكبيره دي نضربها في الخمسه الزغنطيطه المدوره دي؟ مش حرام دي يعني؟ انت صعبان عليك ان الخمسه صغيره والتسعه كبيره. طب 5 في 0 بكام يا رمزي؟ 5 و0 50. طب الحمد لله
ان انا ما مسكتكش الحسابات. اقعد ساكت بقى. طب دولا يعني ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه؟ مسكتك الكنكولوليتور ديًا على فكره معناها انك هتتصل بحد. الكنكولوليتور ده انت عمرك ما استعملته قبل كده يا رمزي؟ لا يا دولا ده انا ياما رنيت منه. رنيت منه. بص يا رمزي انا مش هعافر معاك، يعني انا عايز افهمك حاجه، انت برضو يعني ابن عمي، واذا ربما حد يفتكر انك ذكي يعني. انا بفكر في مشروع، يعني عارف انت الجماعه اللي هم اصحاب المحلات اللي حوالينا طول الاسبوع بيقعدوا ياكلوا من المحلات اللي في الشارع وبيدفعوا فلوس كتيره جدا، فلوس دي بقى مين اولى بيها؟ يالا عيالهم طبعا دول اولى بيها، بدل اكلهم وصرمحتهم في الشوارع كده. يالا عيالهم احنا مالنا ومال عيالهم؟ احنا اللي اولى بالفلوس دي. يالا انا قررت اعمل مشروع جديد. ايوه كده بقى يا عم، بقى ريحنا كده ونقوم قافلين بقى البازار وجايبين ضرافو علشان بقى التماثيل اللي بيقعدوا يتخانقوا ويدوشوني يا دول بالليل. بالليل ايه؟ انت لا فاهم اللي انا بقوله ولا فاهم اللي انت بتقوله. عايز تجيب دورة في البازار وخلاص؟ لا يا غبي، انا المشروع اللي انا بفكر فيه ده يا رمزي عايز اعمله جنب البازار. الله يا دولة. طب وانا بقى يا عم هعمل ايه؟ انت ليك دور جامد قوي. يلا هشتري لك عجله هتوصل عليها الطلبات للناس. الله يا دولة، الله يا حبيبي يا ابن عمي. الله، انا بقى يا دولة هركب بقى العجله دي على من ايطاليا كده هون، وهعمل كرانيش للبتاع العجل بتاعهم دولة يا دولة، وهجيب بقى النمر بتاعه العربيه اللي انا سرقتها اللي بتقف قدام البازار بره دي، واقوم ركبها في البسكريت. انت سرقت نمر بتاعت عربيه كانت واقفه قدام البازار؟ العربيه دي لونها ايه؟ لونها اصفر. والعربيه اللي انا كل يوم بقول لك روح اغسلها لونها ايه؟ بتاعتي اصفر. وبتقف فين عربيتي؟ قدام البازار يا دول. تقف قدام البازار. سؤال تاني كمان. عارف ده ايه؟ ده كرباج يا دول. ده كرباج. بيستعمل ايه الكرباج ده؟ بنضرب بيه الحيوانات. الحيوانات اللي بتسرق النمر بتاعت عربي. تسرق نمر عربي؟ وما دول مش قصدك. مش قصدك. مش قصدك تسرق؟ مش قصدك. لا يا دول، لا يا دول، والنبي لا يا دول. ده انا بهدلك. سرقت كام نمره؟ هي نمره واحده كل يوم بسرقها مرتين. الحمد لله يا رب، اخيرا لقيت الفكره اللي هتخليني ابرز مواهبي المدفونه الفطريه. رانيا حبيبتي معلش، انا هعتمد ان انا اهمش دورك خالص. النجاح بتاع المشروع ده بيعتمد ان انت ما تمديش ايدك في الاكل. انت هتبقي صبي سادس بعد ياسمين اصلا يعني. ومين اللي هيكون الكوماندانو؟ انا؟ لا حماتي، لكن في الخطه ان شاء الله. يعني انا بفكر ان شاء الله افتح مشروع في فرنسا، انت اللي تمسكي بقى المشروع وتبقي الكوماندا في فرنسا، لان سمعت ان الجماعه اصحاب المحلات اللي في شارع الشانزليزيه بياكلوا طول الوقت من الشارع، نبقى نورد لهم يعني. تري جونتي يا عادل، مش معقول ان انت عارف امكانياتي كويس خالص. يعني دلوقتي مين هيبقى الشيف؟ ماما طبعا، حيث بقى الملوخيه بالارانب بقى بالدقيه بتاعتها باللحمه المفرومه بالمسقعه بالايه. تسلم لي يا حبيبي، يعني حظر التجول على المطبخ خلاص اتشال. بابا طب انا هعمل ايه؟ انت يا ياسمين يا حبيبتي بقى هتعملي حاجتين. اول حاجه هتقطفي الملوخيه، دي سهله عبيطه قوي. تاني حاجه بقى يا حبيبتي هتعملي ايه؟ هتدوقي الاكل، لان حاسه التذوق اللي عندك ما باظتش من اكل ماما زينا كلنا. طب قولي بقى هتدفع لنا كام؟ انا لسه ما عملتش دراسه كامله يعني، سيبوني وبعد كده هقدر كل واحده حسب مجهودها هديها كام. بالنسبه لك انت بقى يا رانيا، اعتقد ان انت مش هيبقى لك اجر، يعني انت هتعتمدي على التبس اللي هيجي من الزباين. ايه يا عادل الظلم اللي انت فيه ده يا اخي؟ بقى حرام عليك، اديني فرصتي بقى ابرز مواهبي. طب اقول لك سيبني اعمل الحلو. الحلو ايه؟ بصي المشروع ده ما فيهوش حلو، المشروع ده كله وحش وخلاص. بصي يا عادل بقى، انا سيبني اعمل الديكوريشن بتاع الديشز. الديكوريشن ده هسيبك تعمليه، الدش احنا مش هنعمله دلوقتي لان مش في دماغنا نعمل اعلانات فضائيه خالص. عادل انا كلمتي لازم تكون مسموعه بما اني انا الكوماندوس. حاضر يا كوماندوس، انت كلمتك مسموعه. اي واحده فيهم ما تسمعش كلامك يا ماما قوليلي وانا هخصم، وشوف الخصم هيبقى شكله ايه. طبعا موافقين، حد يطول يلاقي طبيخ بيتي ويقول لا؟ بس نطلبه يتعمل لنا، اذ ربما نطلبه القاس يتعمل لي القاس، اطلب كباب حله يجي لي كباب حله، دقيه باميه تتحفني بدقيه باميه، ولا غلط؟ جوعتنا تيتي. بص يا جماعه انا معاكم،
واي اكل انتوا عايزينه انا تحت امركم يعني، بس انا لازم احاسب بالشهر عشان اعرف بقى اظبط مخزني واظبط مطبخي. بصراحه انا في قلبي ذره شك في مستوى مطبخ الجماعه بتوعك دول. لا 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 لا، اوعى تفكر او تشك اللحظه. اسال اهو المعلم تيتي، فاكر يا معلم تيتي اما عزمتك عندي مره واكلتك ملوخيه بالارانب؟ فاكر ده كان من فتره قبل الجواز. طبعا فاكر، الكلام ده كان من 10 سنين وكان يوم خميس الساعه 8 الدور. ده لسه طعم الملوخيه في بقي. ايه ده، انت من ساعتها ما غسلتش بقك؟ الله اكبر، انا ما شكش في بق تيتي ولا مزاجه في الاكل. بص يا جماعه، انا عامل الموضوع ده يعني خدمه ليك، ولو مش عايزين بلاش. هتدفعنا كام؟ زي ما بتدفعوا في المطعم بتاع مدي ايدك ده بالظبط، بس ساعتها بقى لما تدوق الاكل مش هتخلوا حد يمدي ايده معاكم. وانا هدفع اشتراك 6 اشهر. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. انت بقى بصي بقى يا ماما، بما ان انت قائده فانا اتفقت مع الترزي هيجيب لبس لكل الناس، كلكم هتلبسوا اللبس ده. لا انا مش هلبس زيهم، انا الكوماندوز. طبعا يا ماما، عشان انت الكوماندوز فلازم تبقي مميزه، عشان كده جبت لك ترتور احمر، هم ترتير بيضه كلهم. والفلوس انا مش هاخد زيهم. طبعا يا ماما، انت هديكي 2000 جنيه كل شهر، ال 2000 جنيه دي بقى تتصرفي منهم، تديهم مرتبات كل واحده على حسب مجهودها. عارف انا همشيهم على عجين ما يلخبطوش. ولازم تفتحي عينيك يا ماما. أيوة. ماشي، البضاعه اللي انا بجيبها تراجعي عليها اول باول عشان المال السايب يعلم السرقه، انت عارفه. أيوة طبعا. ايوه 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 ايوه. دول يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت مين اللي انت طالبه يا عم؟ ادخل يا محمود. تعالى يا محمد. يا دول كله تمام؟ ايه، جبت كل حاجه؟ كله 100 100. دول عندك اهو يا جماعة، بعد إذنكم محدش يمد إيده على أي حاجة لما راجع. بس استنوا استنوا استنوا، محدش يمد إيده على حاجة. قول لي إيه اللي جبته بالظبط؟ أهو دول كل اللي أنت عايزه. عدد 1 شكارة رز فقط لا غير بتاريخ 2/4 اللي هو النهاردة، قد تم إحضاره لتو. إحنا شايفين إنه تم إحضاره، هل لديك أشياء أخرى؟ يا دول، وعندك كمان فخستتين. فخدتين، فخدتين على كتفك يا أخي. حسبتهم أنت. كندوز احمر فقط لا غير، وخمسة اكياس ملح قابلة للنفاذ. كرتونة مكرونة دولة فرط، وثلاث صفائح سمنة بلدي. صفيحة واحدة انت هتخنصر من اولها؟ ماشي، صفيحة واحدة فقط لا غير سمنة بلدي، وشريط كاسيت يا دولة. شريط كاسيت جايبه ليه؟ عشان تسجل الوارد يا دولة. يخرب بيتك، هسجل الوارد على الشريط؟ هات، مش دي البيانات كلها؟ ظبط الصفائح تبقى صفيحة واحدة. ماما اتفضلي امضيلي. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمضي امك؟ امال ايه؟ ده لو امي امضيها، امال ايه؟ يلا هات. واي حاجه تنقص انت حره، هبلغ فيكي. عايزك تركز معايا يا رمزي، العلبتين دول واحده فيها عكاوي وواحده فيها كوارع، دول بتوع المعلم تيتي ولا غلط؟ ها؟ حاضر يا دوله. بقول لك يا دوله، ما كفايه عليه علبه واحده يا عم، هو هياكل علبتين؟ يا غبي يا غبي، احنا بنبيع مش بنشتري. يا دولة، طب اذا كان بقى كده يا عم احنا نديله 10. انت بتفكر ليه؟ انا قلت لك فكر. بتفكر ليه؟ انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. طيب انا اسف يا دولة. واحد عايز علبتين اديله 10 ليه؟ انت مالك؟ انا اسف يا دولة. ايه كمان عندك بقى يا سيدي؟ في عندك التلات علب دول اهو، 1 2 3، دول بتوع المعلم مهرجة، واحدة فيها مكرونة والتانية فيها بامية والتالتة فيها سمك. ماشي. انا مش فاهم، حد ياكل سمك مع بامية؟ غبي غبي يا دولة. ما هو لولا اختلاف الاطعمة لفسدت الالسنة. الله على اللسان اللي بيقول الحكم. انا نفسي اللسان ده اشده كده واعمل لاي حد مثلا ايه كوارع باللسان بتاع حاجه كده. عندك بقى يا سيدي العلبتين دول بتوع المعلم عمرو بركات، والعلبتين دول بتوع المعلم طارق الشورى، وعندك العلبتين دول بتوع المعلم احمد جمال. ها ماشي يا دوله. حبايبي دوله يا دوله، هتوديهم وترجع لي على طول تاخد الطلبيه اللي بعد كده. ماشي يا دوله. طب وانا بقى يا عم بقى فين علبتي؟ يا ده علبه ايه يلا، انت مش اساسا مستكتر الاكل ده على الزباين؟ خلاص، اللي يفضل منهم خدوا ليك يا ده رمزي. ماشي يا دولة. يلا صح. بسرعة بسرعة. صح يا دولة صح. فريرة يا دولة، فريرة فريرة. مية مية.
مية مية ايه يا دولة؟ ده اذا كان المعلم تيتي لوحده يا عم مديلك 500. مساء الخير، انا طلع الشيل تاني صاحب مطعم مد ايدك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وحضرتك مديت ايدك بقى ولا لسه؟ ده تلاقيه يا دولة هيمد ايده ويشحت من الشحاتين. اهلا مؤاخذة اهلا مؤاخذة يا استاذ طلعت، اتفضل حضرتك اتفضل. ايش الواد رمزي بيحب يقول؟ قولوا 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 قولوا. حضرتك منور يعني، عموما يعني ما تزعلش، دي قضية بسيطة جدا. وبعدين لعلم حضرتك يعني خدها مني نصيحة، يا ريت انت بقى تقفل المطعم بتاع مدي ايدك ده وتقعد في بيكو وتكلمني بالتليفون، ابعت لك على طول الاكل اللي انت عايزه. هتلاقيني بالبسكليتة عند بيتك بالدرجي. انتوا كده بتضربوني في اكل عيشي. معلش يا استاذ صلعت، حضرتك دي مش بايدينا يعني، البقاء للاجمل والاطعم والالذ الالذ الالذ. ما تفرحش قوي يا استاذ عادل، السوق يا ما هنا ويا ما هناك، وزي ما نصحتني انا كمان هنصحك. يا عم بدل ما تنصحنا روح انصح انت نفسك، يعني انت المطعم عندك بينش. بس يا رمزي رمزي، احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وخصوصا الاستاذ مش ده اللي بيطلع في الاعلانات بتاعه الفراخ يلا في التلفزيون. يا دوله وحتى دي من انفلونزا الطيور. عندك ترخيص صحه؟ الصحه بومبو الحمد لله. عندك سجل تجاري؟ يا عم احنا ما تفرقش معانا الحاجات دي، احنا الحمد لله معانا فلوس كتير، يعني بدل ما يبقى عندنا سجل نشتري 10. طب ايه رايك يا استاذ عادل لو انت بقيت المعلم الكبير وانا اشتغل عندك؟ معلش يا استاذ طلعت، يعني صراحه سمعتك مش قد كده يعني. طيب انا اشتري منك. اشتري مني ايه؟ يعني اشتري منك كل شهر اكل ب20,000 جنيه، ابيعه في المطعم عندي وانت مكسبك هيبقى الضعف. طيب وحضرتك ليه يعني ما تعملش الاكل ده في المطعم عندك؟ يا دولا يمكن الانبوبه فضيت. الحقيقه يا استاذ عادل الشيفات اللي عندي مش في ربع مستوى الطباخين اللي عندك، انا دقت اكلهم وهنيك. اذا كان كده يعني معلش. اوكي ادي لسته بالطلبات اللي انا عايزها كل يوم، وبقى قائمه الاسعار بتاعتك. ماشي اوكي، ابعت لك كل يوم الطلبيه زي ما انت عايز. الفلوس بكره وكاش، كله كاش. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا استاذ صلاح، انست وشرفت. شفت يالا؟ ايوه دول انا عايزك يا دول تجمد قلبك وتخش في الحديد يا عم، ولو ما اشتريش منك في مليون واحد هيشتري منك. تتعديت يالا ولا ايه؟ الطلبيه كلها تمام. كباب الحله فين؟ اهو يا دول. حلو. فين ام علي؟ اللي جنبها. ماشي. ابو علي اللي جنبها. اخت علي اهي. علي نفسه فين؟ اهو الاولاني ده يا دول. متاكد؟ متاكد يا دول. اوكي كده الطلبيه كلها تمام يا معلم. الحمد لله يا دول. بس انا يا دول دلوقتي انا هشيل الحاجات دي كلها ازاي على البسكليته دي؟ لا بسكليته ايه يا ابني، الاستاذ طلع بتاع مطعم مد ايدك ده هيجيب بقى معاه ناس يشيلوها اكيد، ومعاهم عربيه نص نق. الشغل وسع. عادل باشا خلصت الطلبيه؟ طلبيه واحده بس، ده انا مخلص النهارده بتاع 20 طلبيه، عامل لي بالميت النهارده بتاع 12,000 جنيه. مش معقوله يا استاذ عادل كل يوم كده. لا لا لا، يوميا وساعات بيبقى اكتر من كده كمان. غلبان قوي استاذ طلعت، تلاقيه مثلا بيعمل ب 115 جنيه في اليوم ولا حاجه. اتفضل 5000 جنيه قيمه الطلبيه، اتفضل. 5000 جنيه ده اكبر مبلغ جاي لي يالا. 5000 مسكت متلبس ومعاك شريكك. متلبس ومعاك شريك مين ده؟ انت مين حضرتك؟ شغال من غير ترخيص صحة، جبت لك واحد من الصحة. شغال من غير سجل تجاري، جبت لك واحد من السجلات. شغال من غير بطاقة ضريبية، جبت لك واحد من الضرايب. الضرايب؟ أيوة صح. ده هو يالا شكله اللي بيطلع في بتاع خلي بالك من مصلحتك اولا ده يالا. يا دولا يا الف شكر والله حضرتك، متشكرين قوي يعني. احنا والله يعني ما كناش عندنا وقت نروح نجيب الحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في شغل كتير وفلوس جايه وفلوس رايحه. يخرب بيتك انت مش فاهم يالا، انت عايز تحبسني تحبسني. خد 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 الفلوس دي امسكوه هو حضرتك. اتفضل معايا. ليه كده بس يا عم شومان، ده احنا زملاء عيب يعني. حاضر اتفضل معايا. حاضر اتفضلوا. ايه ده؟ طب وانا مش هروح معاكوا؟ ايوه حضرتك حضرتك معاك فلوس اهو. بص يعني هو اللي اتفضل معانا. اتفضل 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 حضرتك اتفضل اتفضل. يلا الحمد لله مش اشكال المشروع يولع، المهم اني خلصت من رمزي. خلاص يا عادل
فلوسنا كلها راحت. الحمد لله الحمد لله، فلوس كلها راحت في الكفالة اللي اتدفعت دي. والله كانت أيام حلوة. خسارة، كان عندي أمل كبير مع الوقت أخد بوزيشن كبير قوي. ليه مش أقطف ملوخية تاني؟ بس والله يا عادل، الأبارتمنت اللي حصل ده أنا سعيدة جدا إن أنت حاولت إن أنت تنقذ العيلة دي من الفلاس. حاول تفكر في فكرة تانية تكون مضمونة وما تزعلش. مفيش حاجة تزعلني، الحاجة الوحيدة بس اللي مزعلاني إن أنا هضطر أرجع لأكل رانيا تاني. فكرتني، طب خالكوا النهاردة إيه بقى؟ أكيد طبعا بقى يعني مكرونة خشبية مع مسامير تونة مثلا. تونة؟ جوز الهند بالزبيب ال